فيجيء يوم نجلت فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه. خلال الاحتفالية بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي نظمتها إحدى الجامعات الخاصة، أكد المشاركون خلالها أن تلك الانتصارات ستبقى أبد الدهر رمزا لصمود الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة، وعلامة فارقة في تاريخ الوطن سطرت أروع الأمثلة في التضحيات والبطولات. نقطة فارقة في التاريخ المصري، ومهم انه احنا بنحس انه مهم ان الطلبة بتوعنا يكونوا خارجين للمجتمع وهم مستوعبين الموضوع ده، هو وانه ما جاش صدفة، وانه جه بناء على تخطيط وعمل دؤوب وجهد عالي. الاحتفالية تضمنت عروضا وطنية خالدة جسدت ملحمة كبرياء جنودنا البواسل يوم 6 أكتوبر لاسترداد العزة والكرامة بنصر عظيم أذهل العالم آنذاك ولا يزال. كان أول تكريم ليا إنهم أطلقوا عليا الطيار المصري اللي مجنون اللي جننهم، وهنفضل نجننهم، وإحنا قطعنا إيد العدو دوت في 73، واللي هيقرب منك تاني يا حبيبتي يا مصر يا جميلة هنقطع له رقبته، لأن مصر أصبح عندها أقوى جيش في الشرق الأوسط، لكنه جيش مرشد وجيش حكيم وقيادة سياسية وعسكرية على أعلى مستوى، والحمد لله محدش هيقدر يقرب منك يا مصر أبدا. لازم يتسلحوا بالعلم، لازم يتسلحوا بالرياضة، لازم يتحافظوا على صحتهم، لازم يحافظوا على دينهم، لازم يحافظوا على أخلاقهم، لازم يحسوا ان دي مصر ووطنهم، ولا بد ان اما يعني ينهضوا بمصر وما يستهتروش بالحياة، ويبقوا يعني لهم وضع قوي في مصر عشان يقدروا يحافظوا على مصر. تواصل كبير جدا بين السادة الضيوف من ابطال حرب اكتوبر. لاحظت ان هو في تواصل ذهني وتفكيري بشكل كبير جدا، قدرنا نفهم منهم حاجات عظيمة جدا عن الحرب، أسرار احنا ما كناش نعرفها قبل كده. الشعور الانتماء للوطن والولاء والإحساس بالمسؤولية ان هم عملوا انتصار كبير لبلدنا، فبالتالي احنا لازم نقدم للبلد حاجة على مستوانا احنا الشخصي. احتفالية لإحدى الجامعات الخاصة لبث روح الانتماء لدى طلابها استحضرت خلالها دروس نصر 6 أكتوبر محتفية بالأبطال والشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس لتحقيق هذا النصر الخالد لاسترداد كل حبة رمل من أرض وطننا ورفع هامته خفاقة فوق أراضيه.